هو ممكن الحقيقة بقى، بس عايزين نقول حاجة فيما يخص سرقة الشقق، لأنه هي عاملة يعني حالة من الذعر عند كتير من الناس. الاحتياطات الأمنية يعني العلم بيتغير، فنتغير احنا كمان. اللي عنده المبالغ دي في بيته وعنده مشغولات ذهبية وعنده حاجات، وزي ما اتكلمنا على الاقتصاد ده أصلا مش صح إنه يكون موجود كل الأرقام دي. الحاجة التانية إنه حط كاميرات، حط نظام مراقبة. الكومباوندز اللي بيحصل فيها حالات سرقات دلوقتي، وبيبقى أحيانا بيتهم حتى رجال الأمن يعني اللي شغالين هناك، ويقول لك ده متواطئ مع الحرامي ولا لأ. الحس الأمني عند المواطنين زي ما بنقول كده في الإرهاب لازم يبقى كمان في الحاجات التانية. يعني لما أحس إنه اتجاري فيها حركة مريبة، فكرة المسؤولية المجتمعية صدقوني بتفرق، حتى في الحاجات اللي تبدو ان انا هعمل ايه. يعني لو حرامي بيسرق شقة جاري، لا هعرف اعمل، يعني يمكن الراجل ده كان ممكن يتلحق قبل ما يسرق 51 شقة، الرقم فعلا مرعب. طيب